اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي جناح الموارد الطبيعية التي أنشئت رسميا مطلع العام 2009 بإشراف من رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، مهمتها الأساسية احتواء الأزمات والتحاور مع نقابات عمال الموارد الطبيعية إذا ما طرأ أي إشكال. انتبه الفتور لبعض الوقت في ظل العجز المالي الذي طغى على المشهد التشادي في السنوات الثلاث الأخيرة. هذه اللجنة كتب لها اليوم أن ترى النور مجددا من خلال عقد دورة عادية يعرض فيها المكتب الجديد للجنة، والذي يتألف من 16 عضوا يمثلون 5 وزارات، وهي وزارة الزراعة ووزارة البترول ووزارة المناجم والجيولوجيا ووزارة الثروة الحيوانية ووزارة البيئة والصيد، إضافة إلى أعضاء يمثلون اتحاد نقابات تشاد والكونفدرالية الحرة للعمال التشاديين. وزير البترول والطاقة رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار الاجتماعي جناح الموارد الطبيعية بوكر ميشيل عقب عرض المكتب أبدأ استعداد الأعضاء وجاهزيتهم في تسيير المكتب الجديد وخلق أجواء اجتماعية قادرة على تبني الحوار كمبدأ أساسي للعمل النقابي. سيسيون على اليوم عندنا لمنا مع سنديكا على ديالوج سوشيال، عندنا فرصة في الحاز اليمنى في الخمسة منستير على خمسة هما المنستير على ريسورس ناتوريل، عشان غريف كان شفنا كغريف قريب يا ديرا أننا نقدر نسوي استماد تفكر قدام حسب من المنستير على خمسة المنستير على جاي يكون مو لبلد في إيكونومية قليلة. إذن هذه اللجنة منوط بها تنظيم العمل والبحث عن مصادر مالية غير اشتراكات الأعضاء والقيام بوضع خطط عمل بديلة من شأنها احتواء المشكلات العالقة.